السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمن الصفات المذمومة التي ذمها الله ورسوله صفة العجلة. قال الراغب: العجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وهو من مقتضى الشهوة، ولذلك صارت مذمومة في عامة القرآن، حتى قيل: العجلة من الشيطان. قال الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بأدابه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا التوجيه الرباني الكريم: فيصبر ولا يستعجل. وإلى هذا أرشد أمته. فروى أبو يعلى في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال الله تعالى له أيضاً: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى الخلق التزاماً بهذا الأمر. فروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال، هذا الرجل من زعماء الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فرجعت فإذا أنا بقرن الثعالب، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا هو جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم علي ملك الجبال وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وإن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأنا ملك الجبال، فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يظهر حلمه وصبره وشفقته بأمته: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد أخرج الله جل وعلا من صلب الوليد ابن المغيرة سيف الله المسلول خالد ابن الوليد، وأخرج الله جل وعلا من صلب أبي جهل ابنه عقبة رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأفاضل، أما المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها واغتنام الفرص فإن ذلك محمود وليس بمذموم. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى عن نبي الله موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. روى أبو داود في سننه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التؤدة، يعني التأني، في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ولذلك العجلة المذمومة هي القطع في الأمور قبل التفكر والمشاورة والاستخارة. قال ابن حبان البستي رحمه الله: العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم،
ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد، والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وكانت العرب تقول قديما: العجلة أم الندامات. قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. من الأمثلة على العجلة في وقتنا المعاصر: العجلة في الدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. روى مسلم في صحيح من حجاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله تعالى، لا توافقوا من الله تعالى ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ولعل ما نرى من الأمراض، انتشار الأمراض وفساد الأولاد والمصائب، إنما هو بسبب الدعاء عليهم، فهل من مدكر؟ ومنها كذلك العجلة في إجابة الدعاء، فيستعجل المؤمن إجابة دعائه فيترك الدعاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي الحديث الآخر: فيستحسر ويدع الدعاء. ومنها كذلك استعجال بعض المصلين في صلاتهم، فلا يتمون ركوعها ولا سجودها ولا يخشعون فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث المسيء صلاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال: يا نبي الله، ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، الحديث. ومنها كذلك العجلة في الطلاق، فلأتفه الأسباب يطلق الرجل زوجته، فتتشتت الأسر ويضيع الأطفال ويقع من الهم والغم ما الله تعالى به عليم. وكثير منهم يندمون، ولكن ولا ساعة مندمي. ومنها كذلك العجلة في قيادة السيارات، وما نراه من الحوادث المروعة التي أزهقت فيها نفوس كثيرة ونتج منها أمراض صعبة خطيرة وعاهات مستديمة، إنما هو بسبب العجلة. أخيرا منها كذلك أن يستعجل المسلم رزقه بالحلال فيطلبه بالحرام، وقد ورد النهي عن ذلك. فروى أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اسعوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.